معايا دلوقتي اخوان ميشا، واحد من المطلعين جدا في كاس الامم الافريقيه، المدير الفني الحالي لمنتخب غينيا الاستوائيه، واحد من اهم المنتخبات اللي عملوا مفاجات عظيمه في هذه البطوله. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجد حضرتك معانا. أداء مذهل جدا لمنتخب غينيا الاستوائية في هذه البطولة، بطولة كأس الأمم الأفريقية. كيف وصلت بهذا المنتخب أن يقدم هذه الكرة الجميلة المبدعة في هذه البطولة اللي نالت إعجاب الجميع؟ Es un gran placer hablar con. Con la que hemos podido estar en el campeonato. في البطولة بشكل قوي. A veces no te termino de escuchar bien. A ver si me puedes formular otra vez la pregunta, así ya te lo respondo con exactitud. هو تقريبا عنده مشكلة في الصوت. ¿Entiendes? طيب، في مشكلة في الصوت. هنرجع لحضراتكم مرة أخرى مع أخوان ميشا المدير الفني الحالي لمنتخب غينيا الاستوائية اللي أبدع في هذه البطولة، البطولة الأفريقية. طيب، بالمناسبة، طيب قبل ما أروح للحكاية التانية تخص المغرب وأقارن مقارنة ظريفة جدا، فيتوريا بالمناسبة رفض انه يتنازل عن الشرط الجزائي، وانا شايف انه حقه تالت ومتلت تالت ومتلت. هو طلب من اتحاد الكوره ان هم يتواصلوا مع محاميه وقال لهم انا مش هتنازل عن الشرط الجزائي اللي هو تلت شهور، اللي هو حوالي 600,000 دولار او يورو، يعني 600,000 يورو. وقال انا ما عنديش اي اخطاء بحسب وجهه نظره، انه انا عم يعني ما فيش حاجه من الاهداف اللي اتفقنا عليها ما عملتهاش. انت قلت لي وصلنا كاس افريقيا، وصلت كاس افريقيا، خرجت من كاس افريقيا، انت ما قلتليش اكسب البطوله. لما ما وصلش كاس العالم ازعل مني وقول لي امشي مثلا يعني. مهم، راجل ليه شرط جزائي. هتقول لي يعني انت عايز اتحاد الكوره يدفع الرقم ده؟ ما حرام الرقم ده كبير، ما ده رقم طالع من البحر. هقول لك طبعا زعلان، طبعا مقهور ان الرقم ده يطلع من عندنا، مقهور. بس اللي عمل العقد بقى واللي حصل حصل، لا حط اهداف واضحه. يعني مثلا لو العقد ده كان موجود في الاهداف، يعني انه على الاقل نوصل نصف نهائي كاس الامم الافريقيه، ده في العقد، ده في العقد. ده مدرب تونس المحلي، مدرب تونس منتخب تونس، راجل محلي قال لك انا مشيت من المنتخب عشان كان العقد اللي بيني وبين الاتحاد التونسي في ان انا لازم اوصل لنصف النهائي، فلما ما وصلتش نصف النهائي فطبيعي همشي. تونس، احنا مش حاطين للمدرب اهداف في كاس الامم الافريقيه، خش وانت وظروفك. عارف ليه احنا مش حاطين؟ مش عشان احنا مثلا مش عايزين ناخد كاس الامم الافريقيه فمش فارقه معانا، لا احنا عايزين طبعا ناخد كاس الامم الافريقيه، بس عشان احنا فاكرين ايه؟ بما اننا بنلعب كاس الامم الافريقيه احنا كده هناخدها، يا عم هنوصل النهائي على الاقل، مش محتاجين نحطها في العقد. غلطان، غلطان والله. راجل شبطان في الشرط الجزائي، وغالبا هندفعه للاسف، يعني للاسف. ماشي، رجع لنا تاني اخوان ميشا المدير الفني الحالي لمنتخب غينيا الاستوائيه. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، سعداء بتواجدك معانا. اهلا وسهلا. بداية، غينيا الاستوائية قدمت مستويات رائعة جدا في هذه البطولة قبل الخروج ونالت إعجاب الجميع، كيف وصلت بهذا المنتخب أن يظهر بهذه الصورة الرائعة في البطولة الأفريقية؟ Ahora sí. يمكن. ألو ألو responder. Ah, hombre, vale. En principio, bueno, darle
gracias por la invitación a vuestro programa. بيشكرنا على الاستضافة. Hombre, nosotros en un principio في البداية hemos tenido una condición, ¿no? De después de habernos clasificado para la CAN. في البداية لعبنا بشكل جدي علشان نوصل للنهائيات. وكانت البطولة كانت قوية جدا. وكانت في منتخبات بتلعب بقوة كبيرة. بنلعب بقوة كبيرة بحماس كبير. وكانت ماتشات صعبة جدا. كنا جاهزين عقليا لعبنا بشكل جيد في البطولة لأن احنا كنا جاهزين عقليا واشتغلنا كتير واشتغلنا بقوة. كان واثق من الفريق بتاعه وكان واثق من ال احنا كنا جاهزين بكل القوة وبكل التحضير. المباراة الأخيرة أمام المنتخب الغيني واجهته فيها سوء حظ كبير جدا، وحتى بانت تعبيراتك على الشاشات تعبيرات كان فيها انفعالات كثيرة جدا بسبب سوء الحظ اللي واجهته سواء في ضربة الجزاء أو حتى في النقص العددي. هل المباراة دي كانت شايفها في المتناول إنك تقدروا تصعدوا منها وتحققوا حلم أكبر في الاستمرار في البطولة؟ Bueno, yo creo que sabían, sí, yo creo que el partido lo habíamos analizado, lo habíamos preparado. احنا جهزنا كتير للماتش ده. Ya sabes que علشان نكسب. En un partido de esa fase. الماتشات في المرحلة دي. Bueno, si te acondicionan. كانت صعبة جدا. Es uno de los problemas que te puede surgir. Que puede llegar a salir de las manos el partido. ¿Qué quiere decir nosotros? كان ماتش صعب جدا، ما كانش في ايدينا ان احنا نعمل احسن من كده. وكان لازم نشتغل احسن. كان كنا بنلعب فريق محترم جدا وكان منظم. كانوا بدنيا جاهزين اكتر. احنا بندرس مرة تانية اللي حصل في الماتش والعقلية لازم تستوعب ده لان هي مرحلة مهمة جدا ولازم نحضر اكتر للدفاع وللهجوم وهنحاول مرات الجاية ان احنا نعمل احسن. importante y luego tienes un penalti a favor y que lo cierra. وكان كمان عندنا فرصة ان احنا نسجل عن طريق ضربة الجزاء. طبعا لازم في اللحظات دي الانسان يكون عنده المشاعر دي والغضب. ضربة الجزاء لو كنا سجلناها كانت هتبقى فرصة أحسن لينا. ده بس ده بيحصل لأي لاعب في العالم. لازم هو برضو يركز للمرات اللي جاية ويشوف اللي حصل. كانت لحظات صعبة علشان يحضر نفسه ولحظات عدت على اللاعب صعبة جدا كمان. في النسخة الحالية لكأس الأمم الأفريقية هناك العديد من المفاجآت الكبيرة في كثير من المباريات. أبرز مفاجأة في كأس الأمم حتى هذه اللحظة هي مفاجأة غينيا الاستوائية والفوز على صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار برباعية نظيفة. هل بالنسبة لك كانت أيضا مفاجأة ولا كنت متوقع هذا الفوز الكبير على منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض في هذه البطولة؟
Bueno, yo no creo que era una حسنا، sorpresa. ما كانتش Nosotros صدفة طبعا. creo que hemos enfrentado selecciones de muchísimo nivel de lo que va لعبنا este año فرق كبيرة جدا pasado على مستوى عالي en la misma fase de grupo. في مرحلة Nosotros المجموعات tenemos بالتحديد. opciones que como que si fuera que ya es una monotonía que nos enfrentamos siempre con Túnez, llegamos a Túnez en casa. Y Túnez لعبنا es un rival muy fuerte, احنا لعبنا pero قبل كده nosotros مباراة la مع historia تونس pues el año pasado ganamos a مع una تونس في sorpresa, أرضها، quiero وكانت decir, مباراة ganar كبيرة. a Costa de Marfil no era una sorpresa para nosotros. ما فيش Nosotros مفاجأة sabíamos بالنسبة لنا، احنا que era حضرنا un كتير، rival اشتغلنا fuerte, كتير، un rival que era كان طبعا superior, خصم un قوي rival جدا، خصم على أرضه، que estaba jugando una fase clasificatoria para la siguiente بنلعب fase de octavos. في Y مرحلة صعبة من estaba البطولة، مرحلة muy النهائيات. mal posicionado porque le valía ganar, porque si no iba a ir a esperar de الفرقتين كان los عندهم الحافز ان puestos, هم esperar يكسبوا. de otras selecciones. Pero la suerte tuvo que ayudar Marruecos. Es decir, era un partido bastante complicado para nosotros igual, aunque ya كانت مرحلة habíamos صعبة كمان hecho جدا. un empate, estábamos un poco mejor posicionados, pero el honor por delante que nosotros ولكن veníamos احنا لعبنا بشكل قوي، con esta seguridad que íbamos a afrontar con un equipo وكنا que عارفين en ان la احنا siguiente هندخل نلاعب creo que hubo una presión del منتخب pueblo, قوي un جدا، equipo que منتخب realmente بيلعب على quisiera ganar. ارضه وسط Entonces, جمهوره. nuestra forma de prepararlo era diferente porque sabíamos طريقة تحضيره que للماتش si كانت مختلفة، salía el rival a apretarnos iba a لان dejar هو عارف ان هو algunos هيقابل خصم huecos, عنيد. y esos huecos nosotros empezábamos ya a manejarlo para llevar el partido y poder عملنا تحضيرات كبيرة intentar جدا ganar. قبل المباراة No fue علشان una نظهر sorpresa. بالشكل ده، لكن هي مش صدفة. ده وليد شغل. طيب هو لسه معانا ولا قطع يا شباب؟ Comido, قطع للأسف، Mauricio. قطع للأسف. طيب ماشي، ده اخوان رجع تاني اهو معانا. طيب سؤالي القادم Entonces, después ليك، jugamos un هو لسه amistoso بيتكلم، con طب قولوا لي ellos يا شباب. aquí en Ofer Buañé, está de acuerdo. Y empatemos a uno. Íbamos ganando hasta el minuto 90 y empató Costa de Marfil. Sí, con Costa de Marfil sabemos que es un rival أمام fuerte, es un equipo مرة تانية que بكرر ha إن mostrado mucho فريق ساحل talento. العاج Nosotros فريق عنيد sabemos وقوي، que وكنا عارفين إن إحنا بنلعبه على أرضه وإن المباراة كانت صعبة، nosotros podemos ganarles y بس كان لازم إن إحنا nosotros نكسب، íbamos con toda esa seguridad, esa confianza وكان عندنا de الثقة إن إحنا هنعمل حاجة قدام ir a ساحل ganar العاج على Costa أرضه. Marfil. متى بدأ عقدك مع منتخب غينيا الاستوائية، والعقد مستمر حتى كام عام قادم؟ Bueno, yo creo que sí, mi contrato termina de aquí a mes de junio, termina mi contrato. العقد Entonces, هينتهي a في partir de ahí يونيو القادم. ya decidirá mi federación lo que crea conveniente. Entonces, هو لسه مع الفريق aún وبيشتغل معهم بشكل قوي. estoy aún con unos meses de contrato y él va هو a لحد terminar ya el دلوقتي contrato. عنده عقد مع الفريق ومستمر في التدريب بشكل قوي ومنتظم. هل عقدك كان هناك فيه أهداف واضحة من قبل اتحاد غينيا الاستوائية، مثلا الوصول لدور الـ16، دور الثمانية، دور نصف النهائي، ولا فقط الوصول لكأس الأمم الأفريقية والصعود من دور المجموعات؟ ما هي الأهداف اللي كنت بتلعب ليها طبقا لعقدك؟ No, hay una cierta cláusula donde realmente me exigen poder clasificar a la selección en una de las competiciones, una de las máximas competiciones, هو مفيش sea Sudamericana بند بالتحديد، o انما sea كان في Copa del Mundo. اصرار من الاتحاد ان Nosotros لازم nos يحصل exigen la تأهل cláusula, للادوار no المقبله. nuestra cláusula, porque sabemos que nosotros llevábamos un buen tiempo وكان عندنا وقت كافي no للتحضير. íbamos a la Copa de África. No كان participamos في en ellos. Entonces تحفيز decidimos معنوي او اتفاق dejando ya el معنوي او asunto اتفاق hace cinco مش o شبه seis años. رسمي، ولكن Entonces fueron اتفاق ما بينهم ان هم لازم يوصلوا la النهائيات ويتأهلوا. clasificación. Este fue el objetivo que Guinea tiene que clasificarse por mérito deportivo. Pero bueno, entonces cuando llego, esa es la misma condición que me pone a que sea
ما كانش فيه اي شرط في العقد، ولكن هو زي اكنه شرط معنوي علشان نجهز تيم قوي. طيب، ما بين الاربع منتخبات المتواجده في نصف النهائي، في رايك من الابرز، المرشح الابرز للفوز بهذه البطوله؟ حاليا هو بيشوف ان في ثلاث فرق قوية جدا، بيحضروا بشكل قوي، واخدين البطولة على محمل الجد، وكلهم عندهم الحافز ان هم يوصلوا. نيجيريا بتشتغل بشكل قوي جدا، هو بيقول انه في ثلاث فرق بيشتغلوا بشكل قوي، وذكر نيجيريا على وجه التحديد ان هم بيشتغلوا بشكل احسن وماشيين خطوة خطوة في البطولة. هل كنت بتتابع مباريات مصر في هذه البطولة؟ أنا عارف أنك كنت أكيد مشغول بفريقك غينيا الاستوائية منتخب بلدك، بس هل تابعت منتخب مصر في أي من مبارياته؟ هو فعلا شاهد مباراة المنتخب، خسروا محمد صلاح طبعا، منتخب مصر منتخب من أحسن المنتخبات في أفريقيا، شاهد الأداء. طبعا بيقول ان مصر عندها اداء احسن، بس كانت في صعوبات كتير في البطولة، ما كانوش منظمين بالشكل الكافي، وعامل الجو كان صعب عليهم، ولكن هو منتظر الاحسن من منتخب مصر، ان هو من اقوى المنتخبات في انا أفضل. بشكرك شكرا جزيلا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائيه خوان ميشا، واحد من المدربين الرائعين في كاس الامم الافريقيه، ودع امام منتخب الغيني، ولكن بعد اداء رائع وكبرى مفاجات هذه البطوله بالفوز على كوت ديفوار برباعيه نظيفه صاحبه الارض والجمهور.